اسلام هيكلمنا عن النقابات المستقله والهجوم عليها وعن الحق في التنظيم. عايز ابدا الاول نربط الاول ليه قانون عمل، ليه بنتكلم على القانون ونتكلم على الحالات النقابيه او التنظيمات؟ لان الاثنين او هما مرتبطين بالتشريعات الاجتماعيه كلها مرتبطه بطبقه واحده، مفروض انها كلها مكمله لبعض، بدون تشريعات اجتماعيه متكامله بيضيع حق التشريع الثاني. يعني قانون عمل بدون قانون للنقابات المستقله او قانون للحريات هنلاقي ان كل اللي بنعمله في قانون عمل ملوش لازمه خالص، مش هنلاقي حد يدافع عن القانون. هنلاقي ناس لو بالنظام اللي احنا شايفينه بالسيطره على الدوله، مسيطره على الحركه النقابيه الحركه العماليه في مصر، مفيش حد هيطبق القانون. ومواد كتير زي قانون 12 كده، رغم ان هو سيء في مواد كتير ما حدش بيطبقها لان مفيش حد يدافع عن العمال، مفيش تنظيمات قويه اليوم. واول حاجه بس بمناسبه المؤتمر وبمناسبه الاستقرار اللي هم بيدعوا عليه الاستقرار، هم بيقولوا احنا عايزين استقرار. انا بس هدي مثال بسيط يعني وبعد كده هكمل على شركه سيانكو. زمايلنا في النقابه المستقله في سيانكو، الناس دي كانوا نقابه مستقله عاملين استقرار في الشركه، كانوا بيطلعوا يطالبوا الوزاره بشغل للشركه، هم اللي كانوا مدورين عجله الانتاج. نفاجئ من 20 يوم بان رئيس الشركه القابضه طلع قرار، نلاقي رئيس الشركه ورئيس الشركه القابضه بيمنع التعامل مع النقابات المستقله، مما ادى العمال طبعا ان هم اضربوا. انا ده حقي دلوقتي وانا عامل استقرار واجيب شغل للشركه وكل الكلام ده كله، انت كده انا بتهمك انت اللي انت بتدعي بتحرض الاضراب رئيس شركه سيانكو ورئيس الشركه القابضه، ان هو بيعامل على زعزعه الاستقرار بتاع الوطن اللي هم كل شويه يتهموا العمال بالاتهام ده. عندنا دي من المشاكل. وعندنا الوزاره القوى العامله دلوقتي طالعه في موضوع جديد جدا، ما بتديش ايداعات، اللي يروح يعمل اوراق يدوا له ايصال بس استلام الاوراق. الوزيره لها تصريح انها مش هتدي ورق ايداع للبنك خالص تاني لحد دلوقتي، لسه كلامها دلوقتي في الاتصال النقابي متنفذ لحد دلوقتي. عندنا مشاكل بقى بتواجه العمال اللي هي بسببها اصلا ما فيش استقرار. ما هو انت عندنا العضويه الجبريه لحد دلوقتي موجوده في اتحاد العمال، نيجي نطلع يجيبوا لنا شروط تعسفيه عشان نطلع منها، القطاع العام استحاله ان هو يطلع اصلا. عندنا رفض تام من كل الشركات انها تخصم اصلا النقابات المستقله، عندنا رفض تام من الشركات انها تقعد اصلا مع النقابات المستقله حتى لو في تفاوض. عندنا غاز مصر كانت لسه من اسبوعين رفضوا يقعدوا معانا والوزاره وقفت تتفرج. كل دي مشاكل طبعا بتقابلنا بسببها ما بيبقاش في استقرار. يعني انت كده ما بتعملش استقرار. عندنا طبعا من اكثر مشاكل طبعا دي هي قيود اصلا في قانون 35، هو قانون اصلا سيء السمعه زي قانون 12 بالظبط. القانون ده طبعا اختزل كل الحركه العماليه والحركه النقابيه في تنظيم على شكل هرمي، مركزه من فوق، كل القرارات من فوق. طبعا في مجلس اداره الاتحاد و23 نقابه معاهم كل الصلاحيات، كل لجان المنشاه مش معاها اي صلاحيات في اي حاجه، ولا من حقه يعمل اضراب ولا من حقه انه يتفاوض، ولو حتى حب يعمل تفتيت عمل جماعيه مش هيعرف، لازم يرجع للنقابه العامه. ولو النقابه العامه اللي هي بتعينها اصلا، بتعينها الوزارات عندنا وبتعينها السلطه، تمام، ما بتقفش مع العمال، تقف ضد العمال. نيجي طب احنا كده انتوا كده عملتوا سبتوا لنا ايه؟ انتوا مش سايبين لنا حاجه كده غير احنا نعمل الاضراب. انا كده مضرب، يبقى حدش كده يجي يقول لي انت بتوقف عجله الانتاج ولا انت عامل على عدم الاستقرار. عندنا طبعا كل ده طبعا بحاجة ان النقابات المستقله ملهاش شرعيه، وطبعا كلام الاتحاد الاصفر طبعا والنقابين الصفر، هم ده كلامهم دايما، مش لاقيين غير الكلمتين دول، لكن انتوا غير شرعيين. احنا طبعا عندنا الدستور في ماده 76 بيتكلم عن حريه انشاء النقابات. الحريه دي معناها مش تعدديه يا جماعه، ولا معناها وحده، الحريه العامل زي ما هو عايز. انا بالنسبه لي شايف حريتي ان انا اعمل نقابتين، ان انا اعمل ثلاثه، دي حريتي وانا شايف مصلحتي، محدش يعمل عليا قيود في حاجه. عندنا ماده 93 بتتكلم بالالتزام بالاتفاقيات الدوليه، اللي هي اصلا اتفاقيات مصر موقعه عليها، اتفاقيه 87 سنه 48 واتفاقيه 98 سنه 49، دول اتفاقيتين مصر موقعين عليها، ومع الدستور اللي هو بيقول هنلتزم بكل الاتفاقات الدوليه اللي مصر موقعه عليها. طبعا الوزارات بنلاقي الكلام ده غير كده خالص، بتروح الوزاره، وزاره القوى العامله بعد ما حتى تديك ايداع
تروح وزاره ثانيه بنفس الحكومه ما تقدرش تتعامل معاك زي وزاره الماليه. يا عم ده وزاره القوى العامله هي اللي قال كذا 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 كذا، يقول لك لا انا مش هتعامل مع النقابات المستقله. طب روح قول لوزاره القوى العامله ما تديهمش الكلام دوت، ما فيش. هو كل مش عارف احنا شغالين ازاي في هنا في البلد. عندنا طبعا بسبب القانون 35 وبسبب القيد على الحريات النقابيه، مصر طبعا كانت محطوطه على القائمه الفرديه. ولما اعلن المبادئ الدكتور احمد البرعي في بعد ثوره 25 يناير مبادئ الحريات النقابيه، وابتدت انشاء النقابات المستقله بحريه وبديمقراطيه، واول مره نشوفها اصلا في تاريخ الطبقه العامله المصريه ان يبقى فيه كميه التنظيمات دي اللي هي كلها كانت تنظيمات ديمقراطيه، وانشات بحريه فعلا للعمال بدون اي تدخل في السلطه. كل الكلام ده طبعا احنا بنطالب بيه دلوقتي، لان بدون حريات وبدون ولو في تقييد على الحريات النقابيه يبقى مفيش اصلا استقرار. هم لازم يفهموا الكلام ده، ان طول ما هم بيقيدوا علينا احنا مش هنستقر، هم مش ماشيين على مزاجهم، واحنا مش هنرجع لورا خلاص. احنا كملنا، احنا انا كعامل احنا كملت في طريق خلاص، مش هرجع تاني لزمان ان انا تجبرني غصب عني ان انا اخش في نقابه غصب عني. بس شكرا.